انا في الفتره الاخيره كمان بقيت مهتم قوي بالمنتخب. يعني بحس ان المنتخب أهم. انت بتقولي سياسي، لا توظيف السياسي للكوره يعني المفروض ما اقولش كده، بس انا لا لها وظيفه سياسيه، لها وظيفه سياسيه. انت بتقولي سياسه، لا الكوره سياسه وقرارات الكوره سياسه والاهداف سياسه والجمهور سياسه. انت ممكن تعمل علاقات قويه جدا بين بلدين بماتش ودي، ممكن تعمل علاقات قويه بين بلدين بماتش فيه نوع من التشجيع المشترك، ممكن تقطع علاقات وتخرب الدنيا زي ماتش الجزائر. ماتش مصر والجزائر الأسوأ في تاريخ الكوره في افريقيا، انه خلانا دولتين شقيقتين وعلاقتنا بهم قويه جدا على فكره، مستوى السياسي وغيره، تنسيق شديد جدا، شاركونا في حرب 73 و67 يعني بينا وبين الجزائر كتير، وشويه كان برضو اداره خاطئه للمشهد الكروي ساعتها، وفي توجيه كان خاطئ، والاعلام ارتكب جريمه، الاعلام مش الرياضي بس على فكره، الاعلام العادي ارتكب جريمه. في النهايه في مشهد ما زال جرح غائر حتى هذه اللحظه، وانا بحذر وبقول دول عمري بقول الاعلام الرياضي عليه دور ان هو يضبط ايقاع مشاعر الجماهير. اصل اصعب حاجه ان انت قاعد، احنا قاعدين دلوقتي انا وانت بنتكلم، انا اهلاوي وانت زملكاوي مثلا، واقعد اقول لك لا اصله المفروض ومش عارف الزمالك احلى من الاهلي يا عم اهدى شويه. مفيش اهلي من غير زمالك، ومفيش زمالك من غير اهلي، مفيش الاثنين دول من غير محيط كروي موجود، انديه مختلفه، فلازم كل المشهد يبقى موجود. من حقك تحب ومن حقك، بس مش من حقك تكره. يعني حب الاهلي حب الزمالك، بس ما تقولش انا بشجع الاهلي وبكره الزمالك ليه؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نغيره في الناس. طيب